باص وازن مهمة جدا اللي هي بتيجي محل أسئلة حمار. يعني العمل اللي عندنا حاجة صغيرة لكن باقي المحاضرة كله سيرات. هنشوف مع بعض ايه اللي هنشوفه دلوقتي. أول حاجة عندنا الميت برين. الميت برين is formed of three parts. If we say that the comb is formed of two parts, which is the basis comb and the tegmentum, here we have three parts. اللي هم ايه؟ We have basis tegmentum, بدل basis tegmentum, and we have this middle part called tegmentum, which is the upper configuration also. And finally, we have this hell. Hell يعني هضبة. الهضبة دي سموها ايه؟ سموها tectum. تمام؟ هذا التكتم ده أو هذه الهضبة أو هذه الكوليكلس فيها إيه؟ نيوكليس مهمة، في عندنا السفيريو كوليكلس، في عندنا الانفيريو كوليكلس، يبقى إذا الميد برين عندنا ثلاث حاجات. بيزك بتمبيورال، تجمنتم، آند تكتم. خلاص؟ ده الترتيب بتاعه. نبتدي نشوف مع بعض أنا عندي في انفيريو ليفل وسوبيريو ليفل. الانفيريو ليفل والسوبيريو ليفل لهم نفس الستراكشر أز ريجارد ذا يعني بيزك بلانكولايت فيهم نفس التركيب سواء سوبيريور او انفيريور. فلو حفظتها هتبقى ثابته في الكل ودي تجيب لك وان اوف ذا ليفلز الخمسه اللي عندك في الامتحان. ايه الانفيريور؟ احنا الهبله اللي فيها ده خدنا سيرته قبل كده. فلو انا بذاكرها لازم اراجع الحاجه بتاعتهم دماكشن يعني تجي لي معلومات. البارك الكبير اللي في النص ده البارك اللي واخداها الكورتيكو سباينال فايت اللي هي ارجع راجعها دي هي عبارة عن ايه؟ جزء من العملات كراك اللي هي جاية من ال upper reserve area 4 ونزلت علشان تروح ال anterior cortical cells وهي نزلت هنا خلت ال middle part of the basis ganglion اللي هي هتبقى بعد كده البيراميد عندنا في المظلة وطبعا الكروست والدايركت في السباينال يبقى هي دي البيراميد بتاعنا في الاول خالص وعندك فيها حتة لاترال وحتة ميديا. اللاترال والميديا دول بولاميديا واللاترال كورتيكو بالبا الجزء الثاني بتاع الكرامل لان الكرامل ده كورتيكو سباينال والانتيريو هورن سيلز وكورتيكو بالبا ده النيوكليار اوف البرينيال نيرف. طب ده ميديا وده كورتيكو سباينال. فاضل لك هنا الحتتين لاترال وميديا. اللاترال والميديا دول كورتيكو كومباين فايبرز. مين فاكر جبنا سيرتهم فين؟ ميديا لاترال كورتيكو كومباين. يعني هجيب عليها سؤال في الناتشو دي ايه؟ دي جايه فين؟ قلناها المحاضره اللي فاتت. اللي هي جايه من السريبرال كورتكس وهتروح للكومباين نيوكليار ايه الاكشن بتاعتها هتمشي فروم ذا بيرسون تدخل السريبرال. يبقى اذا هنا هي دي الكونكشن ما بين السريبرال كورتكس والبونز اند ذا سريبرال. يبقى اذا دي اللي هنا بنسميها كورتيكو كومباين. بعد كده هتنزل في البونز هتعمل ايه في الكومباين نيوكليار ويجي الاكشن اوف ذا كومباين نيوكليار تمشي بالعرض تعمل ترانسفيرس كومباين فايبرز تدخل ايه؟ على السيربيرا. يبقى هنا خلي بالك هي المعلومه كلها متصله مع بعضها. يبقى دول اللاترال والميديا ايه؟ كورتيكو ايه؟ كومباين. خلي بالك اوعى تتلخبط ما بين الكورتيكو كومباين والكورتيكو بار. خلي بالك في الاماكن بتاعتها. ده اللاترال كورتيكو بار واللي على الطرف خالص هنا ده الميديا كورتيكو بالبر التنين اللي هو على الجناب اللي هي اللاترال والميديا كورتيكو كونتاين. يتفضل بعد كده على الكراسي براي ده او الديسك براي شايفه نيوكلياي مرسومه بالاسم فعلا دي سيلز سودا لان فيها ميلانين كتير خدتوها في سنه اولى قلنا ان الميلانين اللي موجود في بعض السيلز كان من ضمنهم كان في الميت برين اللي هي سبستانشيا ايه؟ نجرا نجرا نجرو يعني لا اذا هنا هذه النيوكليار هي النيوكليار اوف وات اوف اكسترا بيراميدال نيوكليس اسمها سبستانشيا نجرا يبقى ده هنا انتهى البيزنس بتاعنا. ندخل بقى على التجمنت. في التجمنت هنا هنلاقي الاتي نفس الكلام بتاعنا اول حاجه بنشوفها هنا اللي هي ميديال لونجيتودينال بار وتحتها مين؟ ميديا ديكتو سباين ونحول يمين شويه هيبقى مين ده؟ ميديا ليمينس يبقى كده المجموعه دي مش صعبه علينا. ميديا لونجيتو باندل ميديا ديكتو سباين وميديا ليمينس. طيب هيقابلني ديكاستيشن. This ديكاستيشن it is the ديكاستيشن of what بيدانتل؟ It is the ديكاستيشن of a بيدانتل not present here.
موجود عندي، بضاعتي ده اسمه ايه؟ سوبيريور سيربيلر بيتانكس. يبقى اذا هنا this is the investigation of the superior cerebellar بيتانكس، مش هنجيب سيره السوبيريور سيربيلر بيتانكس بعد كده. يبقى هنا القصه بتاعتي ماشيه ميديا بيتانكس بيتانكس ميديا بيتانكس بيتانكس ميديا بيتانكس، عندي في النص هنا الديكاستيشن. ومين ده اللي احنا محترمينه قوي قوي وما نقدرش نشيله خالص؟ لان الاورجن بتاعه جاي من فوق اللي هي الجروب جروب سباينر. يبقى هنا الصغير ده هو الجروب جروب سباينر اللي هنشوفه بعد كده في الليفل الاعلى جاي منين؟ طبعا جاي من ريفيو ستايل. يبقى اذا هنا انا ماشي كويس قوي. وقت وصلت للميديا للنسبس افتكر بقيت الميسكايل هنا مين جه تاني قاعد على حته الميديا للنسبس؟ الترايجنرال. طيب ومين اللي معمول من تو بارتس مدفوقين في بعض؟ السباينال نيرف. ومين اللي متجمع خلاص بعيد قوي كده؟ اللي هو اللاترال ليمينسس. حلو جدا جدا. وشايف هو قريب من ايه؟ قريب من هذه النواة اللي اسمها انفيريور ايه؟ كولينكس اللي ندور فيها. طيب كده خلصنا من حته تركيب الفيجمنت. ندخل على الجزء الخلفي اللي هو اسمه التكتم. التكتم ده هنا هنلاقي فيه كمان اسمها سيريبرال ابدكتور سيريس. الشكل بتاعها له اربع اضلاع فبنسميها ايه؟ كوادري لاترال. كوادري لاترال تمام؟ وحتى ممكن تكون صح؟ وحتى الجري ماتر اللي حواليها برضه واخده شكل قريب قوي منها، لها ضلع 2 3 4. طب هنا في الجري ماتر دي هنلاقي اهم حاجه تو كرينيان نوكليار. هنا هتغلط في الامتحان لا قدر الله لو مش واخد بالك. انا عندي في الانفيرو ليفل في كرينيان ليفل بيطلع من الانفيرو ليفل اللي هو مين؟ الثالث ولا الرابع؟ ده انا الانفيرو يبقى الثالث ولا الرابع؟ الرابع. ده انا الانفيرو يبقى الثالث فوق في السوبيريور وانا في الانفيرو. الشطاره بقى تعرف هو فين الرابع ده؟ الرابع هنا يا جماعه هو ده. يبقى دي النيوكليس اوف ذا كرونيك. طب النيوكليس اللي فوق دي ايه؟ يعني الشطاره بقى اللي هتتلخبط ما بينهم. امال النيوكليس اللي فوق دي ايه؟ الميز السيفاليك والميز الاوستراليان. المشكله ان انت في الامتحان ممكن تتلخبط ما بينهم. يبقى خلي بالك اللي فوق هي الميز السيفاليك والميز الاوستراليان واللي تحت هنا هي الكروكيال. طب فين الكروكيال نيرف؟ ليه انا مش رسمان؟ اكشولي لانه بيطلع باكوردز فانا مش حاطاه في القطع الداري، لكن عكس كده الاوبلو موتور هنشوفه بيطلع امامي فهنشوفه في الرسم. يبقى انت الليفل اللي مش هتلاقي فيه نيرف ده يبقى ده الانفير. لو لقيت نيرف اللي هتشوف بعد شويه يبقى ده السوبير. يبقى ده هنا النيرف ده ما فيهوش نيرفات طالعه فده الانفير. لان النيرف ده هيطلع باكوردز مش هشوفه قدامي في السيشن. كده خلصنا. هنا فاضل لي بس الحته دي اللي هي اللون البني ده اوعى تقول عليه سوبيريور سيريبيلر بيتانك. لا هحطه لك في الاختيار. لا ديز نوت سوبيريور سيريبيلر بيتانك. ده مين؟ ده الانفيرير كولكس. خلي بالك. يبقى الديكاستيشن اللي انت شايفه ده ديكاستيشن اوف ذا سوبيريور سيريبيلر بيتانك. لكن الناس اللي انت شايفها ورا دي هي النواه الكبيره المهمه علشان الهيل اللي هي الانفيرير ايه كولكس. واعتقد انها وان قطعه واحده. كده شفنا الانفيرو ليفل اوف ذا ميد برين. نشوف بقى السوبيرو ليفل اوف ذا ميد برين. وانس ان انت لقيت نيرف طالع عندك في القطاع يبقى ده السوبيرو لان النيرف ده هو الاوبي لو موتور. حلو قوي. هنبدا الاول بالحته السهله اللي هي البيزك دكتوراي وهشوف انتوا حفظتوها ولا لا. لو اشاور لك على البارت الكبير ده ايه؟ كورتيكو سباينر اللي هو البيراميدا كمان اللي هو رايح للكيلو هورن سيلز. طيب والجزء ده اسمه ايه؟ لاترال كورتيكو بالبر. اللاترال كورتيكو بالبر ولا الميديا كورتيكو بالبر. طيب نيجي بعد كده هنا عندنا الكورتيكو بونتاين. في ميديا كورتيكو بونتاين هرجع لك وفي هنا الايه؟ هو فعلا الاريا 8 اللي هتدخل ميديا والايه صح. الاريا 8 هي الميديال والاريا 4 هي اللاترال لان الميديال دي بتدخل لجوه والثانيه لبره صح؟ ام سوري. يبقى اذا هنا هنعيدها تاني. هنا هنعيد عندنا الميديال كورتيكو بالبر اللي هي هتكون جايه من الاريا 8 فهتدخل في بوزيشن فيري كلوز تو ذا ميدل لاين. ام سو سوري. واللاترال كورتيكو بالبر اللي هي جايه من لور بارت الاريا 4 وهتبقى مور
خمسة وسبعة تسعة وعشرة عشرة برافو. طب نيجي بعد كده دول هنا البروتين كومبوند جاية منين؟ من السيريبرال كورتكس رايحة لفين؟ منطقة يبقى ممكن أعمل السهل عليها كده يعني حد اختيارات أرايزنج فروم سيريبرال كورتكس مثلا لأنتيريور هورن سيلز لا مش هي أرايزنج فروم سيريبرال كورتكس للكونتاين نيوكلايك كان إيه؟ يبقى إذا هنا دول البروتين كومبوند. نيجي بعد كده النقط دي إيه؟ ها؟ سبستانشال طب حاطين اختيارات من ضمنها الاختيارات اكسترا برامدال نيوكس صح؟ الاكسترا برامدال نيوكس. طيب نيجي بعد كده هنبص على الحته اللي في النص اللي هي دي اسمها ايه اللي في النص؟ اسمه ايه اللي في النص يا اولاد؟ تجميل. طب برافو عليك. طب في التجميل ده هنا هنبدا بنفس الطريقه بتاعتنا. اول حاجه فوق هي مين؟ ها؟ ميديال لونجيتيودنال بار. المفروض احكيها ايه؟ ميديان تكتو سباين. خلي بالك بقى هنا اول ما اتولدت التكتو سباين، التكتو سباين ده جاي من ايه؟ جاي من التكتو اللي هو ورا الديكاستيشن. طب الديكاستيشن ده مكانه فين؟ مكانه بوستيري ولا انتيريو؟ بوستيري بس في ايه؟ دورسال تجمنتال ديكاستيشن. ليه سميناه كده؟ لانه قاعد في منطقه اسمها ايه؟ تجمنتال. طيب ليه سميناه كده؟ لان في واحد قدامه، ما هو لو ما كانش في واحد قدامه ما كناش سميناه اسم خاص، لكن في واحد قدامه اللي هو ده. This is another decussation. طب الديكاستيشن ده بتاع مين؟ ده بتاع الروبو سباينر اللي جاي منين؟ جاي من الريد نيوكس. اللي جاي من الريد نيوكس. طيب هو مين اللي ورا ومين قدام؟ اللي ورا التكتر والريد نيوكس قدام. يبقى الديكاستيشن بتاع التكتر سباينر اللي هو ايه؟ دورسال تجمنتال ديكاستيشن. والديكاستيشن بتاع الريد نيوكس يبقى ايه؟ فيلترال تجمنتال ديكاستيشن. يبقى اذا هنا هنعمل علامه تقريبا على واحد فيهم. يبقى اذا هنا ده الديكاستيشن اوف ايه؟ ده في ايه؟ والكورس ده الديكاستيشن اوف ايه؟ ها؟ تكتو سباين واللي قدامه وعمري ما هنساها ليه؟ لان اللي ورا التكتو واللي قدام الريد نيوكس. يبقى اذا ممكن توقع خلاص؟ طب نيجي بعد كده هندخل بعد كده الحقيقه مجموعه من اللي حصل لها ديستربنس هنا خدنا الميجر والبندر وخدنا التو ديكاستيشن. ندخل بقى على الجنب مين ده؟ سهله بقى ميديال ورنس. مين اللي قاعد على حكم؟ ترانجنال ورنس. مين اللي فوق شويه؟ طب فين اللاترال؟ فين اللاترال؟ مش موجود ايه؟ لانه ما انتهى فين؟ في الانفيرور كوريكس اللي هي في الليفل اللي تحت ده. يبقى هذا الليفل فيه كام للمسكار؟ فيه ثلاثه للمسكار المهم بتوعنا ما عدا اللاترال لان اللاترال دخل في الانفيرور ليفل اوف ذا ميديال. يبقى كده خلصنا المنطقه التجمنتا كويس قوي. يبقى خلي بالك الانفيرور ليفل اوف ذا ميديال في وان ديكاستيشن اللي هو ديكاستيشن اوف وات؟ ديكاستيشن اوف وات؟ سوبيريور سكتيلر برانك. الابر ليفل اوف ذا ميديال في تو ديكاستيشن دورسال بتاع التكتو سباين فيلترال بتاع الروبو سباين. طب افتكر بقى كل ما انت بتكبر وتعلى لفوق وتكبر في السن يبقى الممنوعات عندك اثنين كبار، لكن وانت صغير الممنوعات حاجه واحده اللي هي وانت صغير طفل الممنوعات عليك حاجه واحده، وانت كل ما تكبر الممنوعات بتزيد عليك اكتر. وانت صغيره في مفيش ريستريكشن قوي، كل ما تكبر مور ريستريكشن. اوعى تنسى السوبيرور عنده تو ديكاستيشن والانفيرور عنده ايه؟ وان ديكاستيشن. السوبيرور تو ديكاستيشن مين؟ واحد بتاع التكتو واحد بتاع الروبو. الانفيرور ده بتاع السوبيرور سيبيلر جانجل ومش هشوفه حتى في القطاع. يبقى كده خلصنا الحته دي كويس قوي التجمنت. ندخل بقى بعد كده على التكتو. التكتو هنشوف طبعا السيرفر ابيلاكتو سيلفيس ونلاقي انها شكلها زي الكمتريه المقلوبه انفيرتد and the gray matter surrounding it takes also this shape of inverted beam. تمام؟ طيب في عندك تو نيوكليار. The upper nuclear هي بتاعت مين؟ الأبر بقى فوق دول بتاع مين؟ ميزنتيفاليك نيوكليس اوف تراجيلا. واللي تحت دول بتوع مين؟ لوبي ونور. وده انت عندك كمان حاجه بترششها ده انا طالعه كمان الفايبرز واضحه قوي طب لوبي ونور طالعه ومشيت قدام في كلوز ذا
يشوفوا معايا في القطاع. خلاص كده خلصنا الحته دي. فاضل لنا الحته اللي فوق خالص دي اللي هي الكوليجرس. طيب بالنسبه للحته بتاعت الكوليجرس ديت هنجد ان فيها لايرز. اللايرز دي كلها على بعضها دي اسمها سوبيريور كوليجرس. والسوبيريور كوليجرس دي بيسنتر فور ذا فيجوال ريفلكس، يبقى الانفيرو بتاع السمع والسوبيريو بتاع الفيجوال. هنجد عندنا ان عندنا فيه خمسه لايرز، 2 3 4 5، وهم اكشلي هم 7 بس احنا هنمشي على ان هم 5 في الايه الكتاب بتاعنا، هنكبرهم بقى السنه الجايه على طول. فهنا ايه اللير؟ كل لير من دول نبدا بكلمه استراتا. استراتا يعني لير، خلاص؟ بس لهم اسماء للاسف. فاول واحده اسمها استراتا ذا جولب. طبعا انا بحفظهم بالكلمه دي اللي هتفهم معناها ايه؟ ذا جولب. ايه
the superior level of the mean brain. Hey. هل دي جراي ماتر ولا وايت ماتر؟ تمام؟ يبقى دي ايه؟ جراي ماتر. طب ليه سموها ريد؟ لانها هايلي ماسكولار وجابت السيلز فيها غنيه جدا بالايرون والهيموزيد والكلام ده فبتديها لون يعني ريدش براون اند سو. يبقى اذا هي لونها ريد بسبب ايه؟ طيب هنا هنجد انها يا ترى دي بيراميدال نيوكليس؟ لا دي اكسترا بيراميدال نيوكليس. واتفقنا ان الاكسترا بيراميدال في حتتين. للبرين ستيم ومن البرين ستيم للسباينال كورد وقال لي ان البرين ستيم اكسترا نيوكلير اكسترا براندال نيوكلير تنتج السباينال كورد. طب نيجي بعد كده الحته اللي جايه هي اللي صعبه شويه اللي هي ايه؟ الكونكشنز بتاعتها. الكونكشنز بتاعتها هنعرف انها بيجي لها حاجات ويطلع منها حاجات. اللي بيجي لها اسمه ايه؟ افل. واللي يطلع منها اسمه ايه؟ ايفل. طيب تعال نشوف مين اللي بعت لها اخبار. لازم المدير الكبير اللي هو مين؟ سيربرال كورتكس الرئيس الكبير. يبقى هنا هيجي لها بص للسيربرال كورتكس هنا هنعمل كل التصور دي لانها مش عندك هيجي لها في ادي نيوكليس فوق في السيربرال كورتكس هتنزل وتدي للريد نيوكليس. طيب بقى السيربرال كورتكس ما بيبقى موجود بيبقى فيه جراي ماتر مدفونه فيه اسمها ايه؟ جراي ماتر مدفونه في الوايت ماتر في السيربرال اسمها ايه؟ بيتا جانجليا. برافو. هنا في واحده من البيتا جانجليا اسمها جلوبس باريدس برضه بتدي اخبار او بتدي اوامر لهذه الريد نيوكليس. يبقى عندي كده سيربرال كورتكس وبعدين جلوبس باريدس. طيب ننزل شويه لتحت هنعمل ان عندنا مين؟ هيبقى عندنا السب سالبس. السب سالبس خلي بالك السالبس مش اللي بيديها لا السالبس ياخد ده سكرتير ياخد الحاجه اللي انت عايز تدخل من المدير تعدي على السكرتير، لكن المدير لما يبعت يبعت على طول. يبقى اذا هنا سيربرال كورتكس جلوبس باليدس صار سالس النور فالس خلي بالك. وبعدين نفضل ننزل لتحت شويه هنلاقي مين؟ هنلاقي السيربيلوم. يبقى اذا هنا بيجي من اربع حتت مهمين قوي. سيربرال كورتكس وبيزا الجانبيا اللي هي جلوبس باليدس وصاب سالس وسيربيلوم. دول بيبعتوا لك. بس هتهتم مين اكتر واحد؟ هي هترد على احد تهتم بمين؟ هتهتم بالمدير. ده بعت لي رساله ما عبروش ده احد عليك. هل انا هبعت للمدير على طول؟ ما ينفعش، ما حدش يطلب المدير على طول، لازم تدخلي الاول على مين؟ على السكرتير. يبقى انا هبعت لمين؟ للثالث. يبقى اذا هنا الافرت اللي جايه بص فوق خالص لانها مطلعه لمين؟ للثالث. طيب ادت المدير حلو قوي، ابتدي ادي للي تحتي. طب انا تحتي انا هنا في السوبيريور ليفل اوف ذا مين برين. تحتي ده كله اسمه ايه؟ برين ستيم. طبعا في سباينال كورد. طب حدي انا فزوره حدي لي نيوكليوي موجوده في البرين ستيم. منتشره في البرين ستيم. يبقى النيوكليوي دي ايه؟ كرينيوم نيرف نيوكليوي. يبقى اذا حدي ايه؟ الكرينيال نيرف نيوكليار. طب الكرينيال نيرف دايما بدلعها اسم خاص بيها. بالبال. برافو عليك. يبقى اذا كده حدي للنيوكليار او ذا كرينيال نيرف اللي هي عندك هنقول بقى اللي هي ايه؟ الريتيكلو بايت اللي هي بتشاور عليها ايه؟ يبقى النيوكليار او ذا كرينيال نيرف منتشره في البرين ستيم. ايه كمان منتشر في البرين ستيم؟ منتشر في كل البرين ستيم. ريتيكلر فورميشن برضه حد الريتيكلر فورميشن يبقى اسمي ايه؟ روبرو ريتيكلر. يبقى خلي بالك هبعت لمين؟ هبعت للمدير بتاعي بس مش هدخله على طول هدخل للسايز وابتدي ادي بقى للي تحتي. خلاص انا اديت اللي اكبر مني وهدي للي تحتي هدي الاوامر للي تحتي. ايه بقى اوامر للي تحتي؟ هدي للبرين ستيم الذي ينتشر فيه حاجتين كرانيال نيرف نيوكلاي اسمي كورتيكو بالمر وعندي ريتيكلر
particular formation of linear network EI وبعدين الانفيريور كولم وبعدين الانتيريور كونسنس. يبقى بتاخد من 4 وتدي 5. طيب هنا خلصت الريد نيوكليس وخلصت الريد برين كله. هنشوف مع بعض هنا الكلام اللي قلناه ده خلاص كتبناه اللي هو الافرنت والافرنت. بعد كده هنشوف الاورجن اوف كرينيال نيرف. الاورجن اوف كرينيال نيرف اللي عندنا هنا عندنا كام نيرف اتكلمنا عليه وكده؟ كام نيرف؟ عندنا اثنين اللي هم مين؟ الاوبلو موتور والايه؟ الترويا. فالترويا زي ما اتفقنا بيطلع من الترويا نيوكليس ويمشي دورسا، فعشان كده مش موجود عندك في القطاع الانفيريور ليفل. بينما الاوبلو موتور بيطلع قدام اهو ويعدي ويطلع امامي فموجود في الرسمه بتاعتي. الاوبلو موتور طبعا انت عارف الكليات بتاعته اللي هي ايه؟ عارفها من زمان اللي هي الايدن فيستيفال نيوكليس اهي، وعندك في عندك كمان السنتر، وفي عندك الاثنين اللاتر. طبعا احنا دي حته يعني انت عارفها من الاناتومي ما عندناش تفاصيل كتير عليها. يبقى اثنين ايدن والسنتر والتولاتر. طيب ادي المنظر بتاعنا، الاثنين ادي الفيستال نيوكليس اهو، وادي السنترال نيوكليس، وادي الاثنين لاترال. مش عليا خالص احفظ بينزلوا مين ولا حاجه. نيجي بعد كده عندنا باث واي من الهيد. الباث واي من الهيد والفيس هم عددهم 5. الخمسه دول هم ايه؟ اللي هو البروبيوسبشن، واللي هو البيبر تمبرشر، واللي هو السيمبل تاتش، واللي هو الاوديتري، واللي هو يعني الباسوات كتيرة قوي. الباسوات الكتيرة دي هنبدأ الأول بمين؟ بالبروبيوسبشن. البروبيوسبشن باسوات والبيرول تمبرشر والسيمبل تاتش دول لهم علاقة بأي عصب. أي عصب مسؤول عن الثلاثة دول؟ الترايجين. وقلنا قبل كده إن الترايجين النيوكلياي عرفناها اللي هي إيه؟ مين يقول لي الترايجين النيوكلياي إيه؟ هون يسمع لي ترسيم النيوكلي هم كم واحدة؟ هم أربعة اللي هي إيه؟ اللي هي سباينال نيوكليس أوف تراجيمينال، وعندي فيه الموتور، وعندي السنس، وعندي سيدي الكفاية. وعرفنا كويس فين كل واحدة من دول موجودة قلناها قبل كده. طب نشوف مع بعض الباسواي اللي عندي بتاع البين أند تمبرتشر. هنبص طبعا ان عندنا اول حاجه البين اند تمبرتشر، او هي اول حاجه البروبوسبشن. الريسبتورز بتاعتنا في البروبوسبشن هم نفس الريسبتورز اللي هم مين؟ ماسل سبندل، تندر سبندل اللي هي موجوده في المسل في الماستيكيشن، والكاسينيال كورباسل اللي هي دي ان ذا ديرمز. هنا هندخل اول حاجه الفيرست اوردر نيرون، وهنا ده الوحيد اللي موجود جوه السينيس. كل التصوير اللي انت درستها الفيرست اوردر نيرون بره السينيس، يا اما السباينال جانيون يا اما فوق الترايجين. الا بقى الفيرست اوردر نيورون هي الميز انسفاليك نيورونز. وهنا الميز انسفاليك الفيرست هيبتدي يدي للسكند. السكند هي المين سنسوري نيورونز اللي احنا شفناها هاي ليفل في الميدل ليفل اوف ذا بوت. وبعدين السكند هيعمل ايه؟ كروسنج. ودي عاده السكند، السكند لازم يعمل كروسنج. ويطلع على الناحيه الثانيه ويلتحق بمجموعه كبيره جدا من الفيروس بنسميها ايه؟ ترايجينال نيوكليس. فالجينال نيوكليس هينتهي في الثيرد اوردر نيورون اللي هو ايه؟ بوستروميديال مش لاترال، بوستروميديال نيوكليس اوف ذا سايتس. عشان اللاترال دي بتاعت البوست، يبقى خلي بالك. يبقى هنا ده البروسيبتور باسواي ترسمها او تاخدها لانها مش موجوده عندك عشان تفتكرها. يهمني في البروسيبتور باسواي الفيرست اوردر نيورون بتاعه ايه؟ It is the mesenchymal cephalic nucleus which is inside the sinus. بينما نلاقي بقى بعد كده سائل اللي هو مين؟ هنبتدي نشوف الباقي. طبعا ده الكلام ده قلناه اللي هو الريسبتورز والفيرست والسكند والسيرفر. نشوف بقى الثاني ده اللي هو مين؟ اللي هو هيروح للسباينال نيوكس. يبقى هو بتاع مين؟ البين والتمبرتشر. هنعمل عندك وات ار ذا ريسبتورز اللي عندك بتوع البين والتمبرتشر؟ ريسبتور ولا لا؟ في ريسبتورز فري او نيجي نيرف فايبرز اللي موجوده في وشك. طيب هنا الفيرست اوردر نيورون معرفش اصل مفيش توصيل
الكهرباء هنا مش عارفه ليه مش هتلاقيش ال عامل مش مشكله هنا احنا اللي عندنا هتطلع في المره الجايه موعدها هنتكلم بس على كده الاول هنيجي عندنا الايه؟ هنتكلم عن البين والتابوتش البين والتابوتش الريسبتورز موجوده في جلدي اللي هي فري لافنت طب مين الفيرست اوفر نيورون؟ مين؟ تراي جيمينال جانج بدل مين؟ بدل مين تحت؟ بدل ايه؟ البوستيريور جانج يبقى هنا في جسمي الفيرست اوفر البوستيريور جانج لكن لما اطلع لفوق هيبقى تراي جيمينال جانج تدخل الفايبرز على مين جوه؟ على اي واحد بقى؟ على السباينال ويندوز اوف تراي جيمينال جانج بدل مين تحت؟ بدل السبستانشال جينيتيز يبقى في جسمك الفيرست اوفر نيورون اتفقنا ان السكن لازم يعمل ايه؟ كروس هيطبق على الناحيه الثانيه وبامب كبيره قوي اسمها ايه؟ ترايجينال الناس الذي ينتهي في السكن اوفر منهم اللي هو مين؟ روسترو ميديال فينتر ميكروسوفت بس انا كمان هنطلع على السنسور ايريا في السريبرال كورس يبقى ده مين؟ ده البين والتمتش فضل لك مين يا عم في الفيس برضه تبع ترايجينال السامبل تاتش مين فاكر ان سيركس ده السامبل تاتش؟ مين فاكر؟ اللي هي ها مايسنر وميركل وفي نفس الوقت وانتهي كركل برافو عليك يبقى اذا دول الريسبتورز بتوع السمبل تاتش انت خدتش الكلام ده ما تبصلهمش خلاص؟ طب يبقى دول السمبل تاتش مين بقى الفيرست اوردر نيورون؟ ضرب الترايجينال جانج حلو قوي طب مين السكند اوردر نيورون؟ هندخل بقى على المين سنسوري نيورونز Yeah.
يوم تشيتنا باندل وسلبين لوسي. شكرا جزيلا.